الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 20، وهو الباب الأخير في الكتاب 56 من كتاب الزهد والرقائق، باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل. الحديث المشهور ده ايه؟ من ضمن الاحاديث الملقبة. الملقبة يعني ليه عنوان؟ يقولك حديث جبريل، حديث الهجرة، حديث جابر الطويل. يبقى في بعض الاحاديث كده يسموها الاحاديث الملقبة، يعني لها عنوان. وده حديث الهجرة اللي كان سيدنا ابي بكر بيحكي فيه قصة هجرة النبي الى المدينة صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 607. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا. البراء بن عازب ده هو وابوه كانوا بيصنعوا الرحل اللي بيوضع على ظهر الجمل علشان تركب عليه، يعني زي بيعملوا الرحل. الرحل بالنسبة للجمل كالسرج بالنسبة للفرس وكالبردعة بالنسبة للحمار، وهو ما يركب عليه. كويس. فده كان راجل بيصنع الرواحل دي، فسيدنا أبو بكر عايز يشتري رحل، فراح لإيه؟ لأبو البراء بن عازب يشتري. فعلى ما بيجيبه له قال له اقعد احكي لي حديث الهجر. فهمت؟ ادي السبع، عشان كده سموه حديث الرحل واحيانا سموه حديث الهجر. فهمت؟ جاء ابو بكر الصديق الى ابي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب ابعث معي ابنك يحمله معي الى منزلي، يعني شيله له. فقال لي ابي احمله، فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، يعني يأخذ الثمن، ثمن الرحل. فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم، أسرينا ليلتنا كلها، يعني مشوا بالليل كله في الهجرة، أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة، يعني لحد ما انتصف النهار أو الضحى، يعني اشتدت حرارة الشمس يعني. وخلى الطريق، طبعا لما تشتد حرارة الشمس في الصحراء ما تلاقيش بني آدم ماشي، حتى الحيوانات ما تلاقيش ماشي. خلى الطريق، سموه قائم الظهيرة. ليه؟ لأنه إذا كان نايم الجمل على الأرض، أول ما الأرض تسخن تلاقيه وقف مش مستحمل سخونه، فيقول لك قام قائم الظهير. فدي علامه ان الارض اشتعلت سخن، لا يستطيع الجمل ان هو ينيخ على الارض في الوقت ده، فسموه قائم الظهيره من اجل ذلك. يعني بيبقى يبتدي كده من قبل الظهر بساعه ولا حاجه الى ما بعد الظهر، صلاه الظهر بحوالي ساعه كمان، تبقى الارض اسخن ما تكون. حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة، رفعت يعني ظهرت لنا في الأمام صخرة طويلة، فأكيد يبقى لها ظل، فراحوا لهذه الصخرة عشان يستظلوا بظلها. كويس. حتى رفعت لنا يعني ظهرت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا
ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها. كان النبي ما نامش بقاله عدة أيام بيعد للهجرة، يمكن مر عليه حوالي 3 أيام ما كانش نام. فسيدنا أبي بكر إيه، مجرد لقى الظل ده سبق النبي وقعد يسوي له مكان في الأرض، يشيل الأحجار يسوي الأرض عشان النبي يستريح في هذا المكان. فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، يعني ايه فرش فروة معاه عشان النبي ينام عليه، ثم قلت نم يا رسول الله وانا انفض لك ما حولك. انفض لك ما حولك يعني اراقب ما حولك من ايه، من الجهات، لان النبي كان مطلوب، اي واحد اللي يجيب النبي ياخد 100 ناقة او يقتل النبي. كانت قريش عاملة كده مكافأة، واعلنت بقى بجميع الفضائيات ساعتها مكافأة كبيرة. الفضائيات بتاعتهم كان عبارة عن ايه، عن ناس شعراء يقولوا في كل حتة وتوصل لكل حتة، فهمت؟ وانا انفض لك ما حولك يعني اراقب ما حولك، يعني نام مطمئن لا ينالك سوء. فنام وخرجت انفض ما حوله، فاذا انا براعي غنم مقبل بغنمه الى الصخره يريد منها الذي اردنا. راعي الغنم برضو جاي على الصخره شايف الظل بتاعها، فايه جاي من ايه عشان يقعد في ظل الصخره زي ما ايه هم جلسوا في ظل الصخره. فلقيته فقلت لمن انت يا غلام؟ فقال لرجل من اهل المدينه، يقصد المدينه هنا اللي هي مكه، ما كانش لسه المدينه استمت مدينه، خد بالك، لان القاضي عياض في التفسير قال لك هنا وهم، ايه المدينه؟ مش وهم ولا حاجه، المدينه هي اقصد مكه، فهمت ازاي؟ اللي هم تركنها يعني. يعني القاضي عياض في تفسير في شرحه لمسلم اعترض على اللفظه دي وقال ده وهم، لانه ما كانش لسه اتسمت المدينه في ابدا، المدينه هنا هي مكه، يعني راعي يرعى غنم لرجل من اهل مكه، فهمتني بقى ازاي؟ والمدينة هنا بمعنى مدينة مكة يعني. فقال لرجل من أهل المدينة: قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب لي؟ قال نعم. يبدو أن كان العرف العام أن لو كان في وسط الصحراء كده صحاب الغنم يقول للراعي لو لقيت واحد عايز يشرب اسقيه، ففي عرف عام، فهو بيطلب إيه؟ اللبن بالعرف العام المتعارف عليه، مش بيخلوا بيقول له خون صاحب الغنم، لا، ده كان في عرف عام متعارف، لان دي ارض صحراء قاحله وممكن تلتقي بانسان لم يطعم شيء، فلو منعته يشرب يمكن يموت. فهم عندهم عرف عام كده، اذا قابلت واحد في الصحراء عطشان اديله شويه من لبن غنمك. صاحب الغنم اي للراعي كده يعني، فهمت ازاي؟ بالعرف العام. ده احسن يجي يقول لك ايه ده؟ بياخده من الراعي من غير اذن المالك؟ هما بيسرقوا ولا ايه؟ ما هو اصل في كل واحد مخه راكب شمال، ما احنا بينا في زمن المخاخ راكبه شمال، ويسمي نفسه مفكر اسلامي. فخد بالك من المفكرين دول يا سيدي. قلت افي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت افتحلب لي؟ يعني هل انت مؤذون لك انك انت تحلب لنا يعني؟ افتحلب لي؟ قال نعم. فاخذ شاة فقلت له انفذ الضرع من الشعر والتراب والقدر، يعني بيوجهه بقى لما قال له خلاص حتى، قال له بس قبل ما تحلب نفض الضرع كده من التراب، ونفض ايدك كده ونظف ايديك علشان تبقى لبن نظيف، يعني بيعلمه ايه بدل ما ايه يختلط يعني التراب اللي في ضرع الشاه باللبن النازل، يعني عشان هو عايز يقدم للنبي وجبه جميله نظيفه، فهمت؟ فقلت انفض الضرع من التراب من الشعر والتراب والقذى. قال فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، يعني سيدنا أبو بكر وهو بيحكي له قال له انفض انفض التراب كده، بيعمل له كده بإيديه. فالبراء برضه وهو بيحكي بيحكي بنفس طريقة أبي بكر، بيعمل كده بإيديه. ده بيسموه إيه؟ يعني نوع من المسلسل بالحركة، فهمت إزاي؟ وهو بيحكي. فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب معه كثبة
من لبن. قعب يعني اناء، كثبة من لبن، قليل من اللبن يكفي شوربة واحد او اثنين وخلاص، يعني مش حلبة كاملة يعني. كثبة من لبن قال: ومعي إداوة ارتوي فيها. وكان مع سيدنا ابي بكر إداوة، يعني اناء صغير من جلد، ارتوي فيها يعني اضع فيها ماء للشرب، ارتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فلقى النبي استيقظ لوحده، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، يعني خلطه بماء بارد في الإناء في الإداوة، علشان اللبن لما بيبقى لسه حريف حل بيبقى سخن والجو ساخن، وهو عايز يقدم للنبي لبن بارد، فهمت؟ علشان يعني يبقى ايه مستساغ بالنسبه لوقت الحر اللي هم فيه. فبربه بالماء يعني. فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت. وده يدلك على كمال حب ايه سيدنا ابي بكر للنبي. يعني شرب لحد ما سيدنا ابو بكر حس بالري نفسه. مع انه مش هو ما يشربش. عارف انت الام من شده شفقتها بابنها تبقى جعانه، ولادها لو كانوا تشبع، وهي لو ما كلتش من شدة حبها لأبنائها، فهمت ازاي؟ فبيبين لك هنا كلمة حتى رضيت دي كمال محبة سيدنا أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت ازاي؟ كلمة مهمة جدا، تعبير هام جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لهم أولى منهم من أنفسهم حقيقة، وإحنا المفروض نتأسى بهم في ذلك. ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ سيدنا الرسول قال له: ما انش بقى نقوم، مش كفايه راحه كده، يلا عشان نكمل المشوار. الم يأني للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس. زالت الشمس يعني ايه؟ مالت بقى شويه كده، علشان لما بتبقى في كبد السماء بتبقى شده حراره. زالت يعني مالت. مالت عن ايه؟ عن منتصف السماء. يعني دخلنا على ايه؟ اواخر وقت الظهر وبدايه ايه؟ وقت العصر. فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك. سراقة بن مالك كان قاعد بيراقب ايه؟ لانه عايز ياخد المكافأة. فشاف ظل كده بعيد ماشي، فجري علشان يلحقهم، على ظنه ان دول يبقوا ايه؟ اللي خارجين من قريش. قال: ونحن في جلد من الارض، يعني في حتة أرض صلبة، يعني جلد من الأرض يعني أرض صلبة، ونحن في جلد من الأرض. فقلت: يا رسول الله أتينا، يعني خلاص لحقنا فارس يطلب إيه؟ إزأنا، أتينا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الدعوة اللي قالها النبي؟ قال: اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. ادي الدعوه للدعوه. فساخت ايه؟ اقدام فرسه في الارض، بالرغم انها ارض جامده، الا اكراما وكرامه للنبي ساخت في الارض، مع انها الارض جامده. ادي ميزه ان قال لك جلد من الارض، عشان يقول لك انها ايه؟ كانت كرامه كبيره، لان الارض المفروض انها تكون ماسكه نفسها، فازاي تسيخ ايه؟ قدم الفرس في ارض الجلد. فده دليل على انها على خلاف العاده، يبقى اكرام لنبينا ونصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن في جلد من الارض. فقلت: يا رسول الله اتينا. فقال: لا تحزن، ان الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتطمت فرسه الى بطنها، وقعت وارتبكت، وفي روايه فساخت ايه؟ اقدامها ارى إلى بطنها أرى. فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي. سراقة قال لهم إيه؟ أنا ده سراقة ده كان فارس تمام، مش بيتعلم لسه ركوب الفرس. قال: ما يحصليش كده إلا إذا كنتوا دعيتوا علي. أنتوا أكيد دعيتوا علي، فهمت؟ فادعوا الله لي، يعني طب ادعوا بقى الله ليا علشان اخرج انا من الازمه اللي انا فيها دي. فادعوا لي
فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فالله لكما يعني إيه؟ وعهدكم بالله، وعهدكم بالله أن أرد عنكما الطلب، يعني أقف أتوه الناس عنكم، أي واحد بيبحث عنكم أتوهه وأبعده عنكم، بس مقابل إيه؟ أنك تخرجوني من الأزمة اللي أنا فيها دي. فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم منها هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده، قال ووفى لنا. وعنه به قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميد كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من أبي رحلا ب13 درهما. الرواية الثانية قالت لنا ثمن الرحل، ففيها برضو زيادة فائدة. وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخ فرسه في الأرض، يعني غاصت قوائمه في الأرض. فساخ فرسه يعني غاصت قوائمه في الأرض، والأرض جلد، يبقى على خلاف العادة، خرقا للعادة. فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمين على من ورائي، وهذه كنانتي، فخذ سهما منها، فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال لا حاجة لي في إبلك. يعني قال له إيه؟ قال له هذه كنانتي، يعني وعاء السهام، الكنانة اللي هو الوعاء اللي بيوضع فيه السهام، فخذ سهما منها، عشان يبقى أمارة للخادم بتاعي اللي عنده الإبل بأمارة السهم ده، إنه من سراقة ادينا كذا وكذا، يبقى في أمارة بينهم. فهمت إزاي؟ وهذه كنانتي فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال لا حاجة لي في إبلك. فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوالي عبد المطلب أكرمهم بذلك. يبقى إيه؟ وده يبين لك أن سنة الإنسان إذا نزل في بلد غريب وله أقارب فيها ينزل عند أقاربه يتحفهم بذلك ويكرمهم بذلك حتى يكون فيها نوع من صلة الرحم. فلما تنازعت كل بيوت المدينة مين اللي تقابل النبي ينزل فيها، فالنبي اختار اخواله من بني النجار، لان ام عبد المطلب من بني النجار. كويس؟ فيبقى اخوال جده من بني النجار، فهو نزل عنده اللي هو بيت ابي ايوب الانصار. قال أنزل على بني النجار أخوالي عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله، كله بينادي عايز يجيله في بيته، يعني كلهم واقفين على أسطح البيوت يا محمد يا رسول الله، وده يا محمد يا رسول، كله عايز يستضيف النبي في بيته يعني. فالنبي اختار انه ينزل عند بني النجار. كتاب التفسير، وهو الكتاب الاخير من صحيح مسلم، الكتاب 57 وفيه 8 ابواب. باب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا،
قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا يعني اغفر لنا ذنوبنا. فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، يعني بدل ما يدخلوا سجدا دخلوا على أدبارهم يعني عكس السجود كويس، يعني هم على عادتهم يخالفوا كلام الله، وبدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، والحنطة اللي هي حبة حبة القمح يعني حنطة، ربنا يقول لهم قولوا حطة يقولوا حنطة لأن طريقتهم كده يبدلون الكلمة عن مواضيع دي، اليهود دي طبيعتهم كده فهم. وقالوا حبة في شعرة، وعن أبي قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر ما كان الوحي يوم توفي يعني إيه؟ قبل يوم وفاته بفترة بسيطة يعني، لأن النبي في الأول الوحي كان يتريث عليه حتى يعتاده وهو في مكة، فلما كان في المدينة كثر الوحي وتتابع لأن النبي اعتاد الوحي وتكررت الأحداث اللي محتاجة أحكام تنزل تبين حكم الله فيه. وعن أبي قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أنزلت، أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الآية يعني نزلت في عرفة يوم جمعة في حجة الوداع. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر رضي الله عنه لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، بيعدلوا علينا. طب ما هو عيد، ما ده عيد، احنا يوم عرفة ده عيد، وقفة العيد واخد بالك الحج الاكبر فاهم، بيعدلوا علينا. طب ما هي قديمه، سيدنا عمر قال له قديمه، ما احنا عندنا عيد برضه، ما احنا واخدين عيد وعارفينه. قال فقال عمر فقد علمت اليوم الذي انزلت فيه والساعه واين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت، نزلت ليله جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، يعني مع غروب الشمس بعد عصر، بعد عصر يوم عرفة تبقى الليلة دي ليلة ايه؟ جمع، الليلة اللي هيروحوا فيها في المزدلف سموها ليلة جمع، جمع اللي هي مزدلف، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يعني قبل النفرة ان ينفروا من عرفات الى مزدلف. وعن ابي قال وحدثني عبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. ده مش عيد واحد، ده عيدين، يوم الجمعة الواحد عيد
واجتمع مع عرفات بقى عيد عيدين. يعني كأن اليهود يقول لكم احنا هنعمله عيد، احنا عملنا عيدين، عايز ايه تاني؟ هتعدل علينا يا يهودي؟ فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى محور كلامه يعني. يعني مفيش مجال للتعديل على هذا الدين، الدين كامل، محدش يعرف يعدل عليه حاجة. فهم؟ وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي، قال أبو الطاهر حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صدقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. يعني ستنا عائشة بتبين معنى الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني سوى اليتيمات التي في حجوركم تتولون أمرهم، لأنك إذا ربيت يتيمة وكانت مالها معك وهي جميلة وتريد أن تتزوجها ربما لا تعطيها مهرها الذي تستحق لأنك ربيتها، فإذا خايف أنك تقصد فيها بقى يعني إيه أنك تظلم، فانكح سواها، واخد بالك؟ فانكحوا لكم ما طاب لكم من النساء سوى هؤلاء اليتيمات، فاترك ينكحهن رجل غريب حتى تأخذ منه المهر كاملا، فلا تظلمها. يعني ادي فهم سيدتنا عائشة في هذه الآية. وإلا لو أردت أن تتزوجها بالفعل لازم تديها مهر سواها، زي إيه؟ زي الغريب، تديها المهر كأن الغريب هيتزوجها، مش علشان أنت بقى ربيتها وولي مالها وقائم عليه يبقى معناه أنك أنت تتحكم فيها وتظلمها في صدقها. فاهم؟ يبقى يجب في حقها مهر المثل، يجب في حقها إيه؟ مهر المثل. أدي المعنى: حتى لهن ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق، يعني أعلى صداق في إيه؟ في مستواها يعني. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. لا تؤتون ما كتب لهن يعني من مهور، وترغبون أن تنكحوهن مقابل أن كنتوا إيه؟ أن كنتوا أولياء عليهم، أنتوا اللي بتربوهم. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. إيه هي بقى وما يتلى عليكم؟ فين الآية الأولى؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن مخافة ألا تقسطوا لهن. فهمت؟ قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي في حجوركم وأردتم أن تتزوجوهم ولا تعطوهم ما كتب لهن فاتركوا الزواج بهن وتزوجوا غيرهن ما طاب لهم لكم من النساء حتى يأتي من يدفع المهر كاملا لهن. فهمت بقى المعنى؟ قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. يعني وترغبون أن تنكحوهن يعني ألا تنكحوهن، ترغبون عنهن يعني إذا كانت قليلة المال وقليلة الجمال، حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا فنهوا
أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، يعني بالعدل، من أجل رغبتهم عنهن، يعني مقابل أن كنت لو كانوا فقراء هترغبوا عنهم، يبقى لو كانوا أغنياء هترغبوا فيهم، فلو هترغبوا فيهم وهم أغنياء تدفعوا لهم المهر الكامل. فهمت ازاي؟ مش لو كانوا فقراء ترغبوا عنهم ما تتجوزوهمش، ولو كانوا أغنياء تتجوزوهم عشان مصلحة مش هندفع المهر. ما ينفعش كده، ظلم. فهمت ازاي؟ ده نوع من الظلم. وعنه به قال: وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري، وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه عنها في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها. يعني في نوع تاني، ان يلاقي اليتيمة اللي في حجره مالها كتير وهو ولي مالها، فكل ما يجي لها عريس يرفضه، عشان ايه؟ لما يجي العريس هيطالب هيخرج المال من ايده ليها، فاهم؟ يقوم يعضلها يعني يمنعها من الزواج، وفي الحالة دي يبقى برضو ظلمها، فاهم؟ فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول: ما أحللت لكم، ودع هذه التي تضر بها، يعني اتركها لمن يأتي ويدفع مهرها ويكون صالحا للزواج بها. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها، يعني يمنعها من الزواج. ادي يعضلها، يعني كل ما يجي لها واحد يخطبها يرفضه فيمنعها من الزواج، ادي معنى يعضلها، فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. كل ده ليه؟ علشان هو مستفيد ان مالها في وسط ماله، فمش عايز يجي واحد يتزوجها غريب يقوم يفصل مالها عن ماله، وفي نفس الوقت هي ليست جميلة فيرغب هو عنها، ففي الحالة دي ضيعها، لا يجوزها ولا يعطيها مالها ولا يتزوجها ويعطيها حقها ويسيبها كده، كده حرام، ما يعملش كده الرجل، فهم؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة في قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، قالت: هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق. في العذق اللي هو إيه؟ يعني النخل، اللي هو غصن النخل يعني، فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها، يعني يتركها بلا زوج. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول: ومن كان فقيرا فليأكل من معروف، قالت: أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه، يعني لو واحد بيتولى أمر يتيم ويصلح له ماله وبيربيه من ماله له أن يأكل من هذا المال بالمعروف إذا كان فقير، يعني ياخد مرتب مقابل هذه الولاية. فهمت ازاي؟ من مال اليتيم بالمعروف، يعني ايه؟ يعني بدون ما يبالغ، يعني حسب العرف، يعني حسب العرف المعتاد يعني. ومن كان غنيا فليستعفف، ولو ربنا غنيك
يبقى ربي لوجه الله وما تاخدش حاجة من مال. فهمت؟ من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني من مال اليتيم الذي هو متولي أمره، وإذا كان غنيا فليستعفف، يعني ما يأكلش من هذا المال. بعض الفقهاء قالوا إذا أكل عليه أن يرده إذا وسع الله عليه، وقال الفقهاء قالوا لا، إذا أكل بالمعروف لا رد عليه حتى ولو اغتنى. وعنه به قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وعنه به قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: إذا جاءكم من فوقكم من فوقكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، دي في الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم يعني الشمال وأسفل منكم من الجنوب، يعني جاءوكم من فوق ومن تحت. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لأن من فوقكم كانوا هيخشوا من ناحية إيه؟ بني قريظة. ومن أسفل منكم جم من مكة من جنوب، فبقيتوا محاصرين أنتوا بين يهود بني قريظة هيدخلوا الكفار عليكم، وبين الكفار اللي جايين لكم من جنوب مكة الأحزاب 12,000 جايين، وأهل المدينة كلهم كانوا 3,000. يعني معنى إيه؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، قالت: كان ذلك يوم الخندق. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. يعني امرأة رجل متزوج امرأة وطالت صحبتها معه وصارت غير صالحة للجماع بسبب مرض أصابها أو كبر سن أو شيء من هذا، فيقوم يفكر يقول لما طلعها واتجوز غيرها، ففي الحالة دي الأحسن إن هو يعني يمسكها وتتنازل هي عن قسمها، كويس، علشان تفضل إيه معاه وتسيبه، بعد كده هو حر عايز يتزوج غيرها يتزوج غيرها بس بدون ما يطلقها يعني. فهمت؟ قال: نزلت في المرأة تكون عند الرجل، فنزلت هذه الآية. وعنه به قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول لها: أنت في حل من شأني، يعني أنا تنازلت عن قسمي لكن ايه ابقيني معك زوجة عشان اولادي. فهمت؟ ادي معنى. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن ابيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن اختي امروا ان يستغفروا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. بتتكلم على مين؟ على الحرورية وعلى الخوارج وعلى اللي سبوا ايه الشيخين من الطوائف اللي مشيت مع سيدنا علي، فأمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا في قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللي هم الصحابة
فهمت ازاي؟ فلما امروا بهذا خالفوا فسبوا الصحابة. الحرورية سبوا الكل، واخد بالك؟ والامويين سبوا سيدنا علي واتباعه، والخوارج سبوا سيدنا علي وكثير من الصحابة، واخد بالك؟ ومش كده وبس، والروافض سبوا الشيخين. فهمت بقى ازاي؟ يبقى دول ما ينفعش ان هم ياخدوا من الفيق. علشان كده ايه في قسمة الفيق في الحشر بعد، قال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، قال ايه للفقراء المهاجرين، يبقى يتقسم على الفقراء المهاجرين والذين ايه تبوأوا الدار والانصار، وبعدين والذين جاءوا بعدهم ياخدوا كمان من الفيق، اللي هم بيقولوا ايه، يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فمن لم يستغفر لسائر الصحابة وسب الصحابة حرم من قسمة الفيء بنص الآيات. فهمت ازاي؟ وده مذهب الإمام مالك. عشان كده بتقول ايه؟ يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم بدل ما يستغفروا لهم. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. يعني كان سيدنا عبد الله بن عباس يرى أن قاتل النفس عمدا مخلد في النار، كويس، بنص هذه الآية، وبيقول أنها نزلت آخر ما أنزل ولم تنسخ، فكان يرى ذلك. وقيل أن الجمهور خالفوا سيدنا عبد الله بن عباس، وأنه رجع في آخر أمره أنه إذا قتل النفس غير مستحل قتلها كان عاصيا فاعل كبيرة، فهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذب. واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك، والقتل ليس بشرك، وبالتالي هو من الكبائر العظام، ولكن ليس يستدعي الخلود في النار، لأن هناك مانع من الخلود وهو الإيمان. فهمت ازاي؟ يبقى قاتل لنفسه إذا كان مؤمنا أصل عقوبته الخلود من النار، فجاء إيمانه منعه من ذلك فيعاقب في النار دون خلود. أدي المعنى. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر نزل في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر إنها لمن آخر ما أنزلت. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فسألته فقال لم ينسخ شيء. وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك، لأن في الآية بعدها بتقول أولئك الذين يبدل الله إيه سيئاتهم حسنات، فهمت؟ فقال دي نزلت في أهل الشرك، يعني كأن قتل النفس لا يمنعه من الخلود في النار إلا إذا كان قتل النفس قبل إسلامه، لأنه دخوله في الإسلام يهدم ما كان قبله. ده رأي سيدنا عبد الله بن عباس. إنما لو كان في الإسلام وقتل النفس يبقى خالدا في النار، ده كان رأيه الأول. فهمت بقى المسألة؟ لكن بعد كده لما راجعه الصحابة في المسألة علم أن هناك مانع وهو الإيمان يمنعه من الخلود، وأن هذه الآية تبين أن أصل العقوبة هكذا، إلا أن الإيمان جاء مانعا من أصل العقوبة وهو الخلود وبقي الدوام. وبعدين خد بالك في بعض العلماء قالوا جهنم خالدا فيها، ما قالش أبدا، يبقى ما فيش التأبيد، والخلود هنا بمعنى طول المكس دون التأبيد، وتبقى الآية صحيحة أيضا. فجزاؤه جهنم خالدا فيها
ما قالش ابدا. ففي فرق بين الخلود والتأبيد، الخلود طول المكث والتأبيد عدم الخروج. فهمت بقى المسألة؟ فتبقى الآية برضو ايه؟ نافذة حتى في قتل النفس ولو كان مؤمن، يبقى خالدا في النار بمعنى طول المكث لا بمعنى التأبيد، لأن الآية لم تنص بقول أبدا. فهمت بقى المسألة؟ يعني ممكن تفهم الآية بعدة طرق. جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كويس؟ قال أبدا؟ ما قالش أبدا. يبقى خالدا هنا بمعنى طول المكث لا التأبيد. واحنا بنتكلم هل يؤبد ولا لا يؤبد؟ هي دي المسألة. يبقى خرجت عن ايه؟ عن المناقشة. وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فأثبت التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله إيه؟ سيئاتهم حسنات. فالآية هنا بتثبت التوبة. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إيه؟ بيقول ما فيش توبة. قال لهم لأن الآية دي نزلت في الكفار والتانية نزلت في آخر ما نزل من القرآن. فهمت بقى المعنى؟ فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل. بيقول لما نزلت الآيات ويخلد فيه مهانة فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله يعني أشركوا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل تبشيرا لهم لو أسلموا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. ده رأي سيدنا عبد الله بن عباس عليه لقول الله فجزأوا جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه في قاتل النفس، لأن أنا آخر ما نزل. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد ونختم صحيح مسلم غدا إن شاء الله بإذن الله. غدا نختم صحيح مسلم ويوم الخميس نبدأ في سنن الترمذي إن شاء الله. ولا عايزين تاخدوا استراحة؟ إحنا قلنا إن الراحة في القبر. اتفقنا؟ مفيش عندنا أجازات. إمتى الراحة؟ في القبر، روضة من رياض الجنة إن شاء الله لمن مات على الإسلام. إنما الدنيا ما فيهاش راحة. واضح؟ خلقنا الإنسان في كبد والحياة كفاح وشدوا حيلكم وأكثر من كده وربنا بيزيح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.